عرضنا قبل قليل تقريرا في نشرة الأخبار حول حي أم تينة في منطقة الأشرفية بالعاصمة عمان الذي تتكدس فيه النفايات الطبية الخطرة وشكاوى المواطنين من هذه المواد الخطرة. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور صلاح الحياري مدير صحة البيئة في وزارة الصحة. أهلا بك دكتور صلاح. بداية، من هي الجهة المسؤولة عن النفايات الطبية؟ أنتم كوزارة صحة أم وزارة البيئة؟ وما هي الآلية المتبعة للتعامل مع هذه المواد الخطرة؟ يسعد مساك أخت لنا. بالواقع اللي بيرتب الأمور أمور إدارة النفايات الطبية، احنا بنسميها منظومة متكاملة. الآن احنا بنتحدث عن إدارة النفايات الطبية داخل المستشفى أو داخل وحدة طبية أو صحية، اللي معني فيها هي وزارة الصحة، لكن عدة مديريات هي المعنية فيها، بداية من مديرية صحة البيئة بوضع الأمور الناظمة من تعليمات وقرارات وسياسات. المسؤول عن تنفيذ هذه السياسات هي إدارة الوحدة الطبية أو الصحية، وفي هذه الحالة هي المستشفى، وهذا منصوص عليه صراحة في التعليمات. كذلك مديريات الصحة لديها صلاحيات وواجبات رقابية على سلامة إنفاذ التعليمات في المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات. نعم دكتور صلاح، لكن كان هناك مناشدات عديدة من أهالي هذا الحي لوزارة الصحة، ماذا فعلتم؟ الآن بالنسبة للوضع اللي شفناه طبعا ما حدا بيرضى فيه، طبعا هذا وضع غير مرضي وغير صحيح وغير سليم، لا من ناحية أخلاقية ولا من ناحية قانونية. الآن في جملة من العوامل أدت إلى هذا الظرف، ظرف خاص طارئ جدا أدى إلى هذا الوضع، يتلخص بارتفاع نسبة الإشغال في مستشفيات الوزارة في الوقت الحالي، لا يخفى على إنسان ذلك. حظر التجول خلال الأسابيع الثلاث الماضية أدى أو أثر على عدد أيام وساعات التشغيل واستقبال نفايات. لكن عفوا دكتور، حظر التجول كان يوم أو يومين، يعني كان في البداية جمعة وسبت وبعدين صار جمعة. إذا سمحتي لي تفضل. هذا التراكم لا يأتي من ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين، هذا التراكم على مدى أيام. الآن العامل الثالث اللي بدي أقوله أنه في استقبال نفايات طبية من مستشفيات أخرى نتيجة مشاكل تشغيلية في هذه المستشفيات. الآن اللي بستطيع أقوله أنه لن يستمر وبوشر العمل للتخلص من هذه المشكلة. الأجهزة اللي عرضت في تقريركو هي أجهزة كبيرة عملاقة لمعالجة النفايات الطبية بالتعقيم ولها طاقة عالية. طيب دكتور بعجالة، عذرا منك لكن بعجالة، كيف يمكن أن نحل هذه المشكلة اليوم؟ الآن الحل كما ذكرت بوشر به، أصلا لم يتعطل، كانت الأجهزة تعالج ولكن كان مستوى ورود النفايات أكثر من قدرتها. الآن هذه أمور تشغيلية، بوشر العمل للتخلص منها. خلال الثلاث أيام القادمة إن شاء الله لن يكون أي أثر لهذه الكميات. نعم سيكون لنا متابعة معكم في هذه القضية. دكتور صلاح الحياري مدير صحة البيئة في وزارة الصحة، شكرا جزيلا لك.